في جولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، كان منها افتتاح معرض أهلا رمضان وتخفيض أسعار اللحوم إلى 150 جنيه في محافظة الدقهلية، وكان منها أيضا بدء التشغيل الفعلي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى الحمام في مطروح. امبارح كمان يا مصطفى كان في انه تم الاعلان عن تقديم خدمات صحيه ل 13,000 سيده ضمن مبادره دعم صحه المراه في المنيا، وافتتاح ملتقى التوظيف لتوفير 6,000 فرصه عمل في البحيره، واخبار ثانيه كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الدقهلية اللي تم فيها افتتاح معرض أهلاً رمضان للسلع والمواد الغذائية والمقام بحديقة الأسرة بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة، وتم أيضاً تدشين مبادرة تخفيض أسعار اللحوم ليصل سعر الكيلو ل 150 جنيه، وبيضم المعرض كافة السلع والمواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة 35% عن سعر السوق الخارجي. في مطروح تم التشغيل الفعلي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الحمام المركزي، وهيتم استقبال المرضى يوم الخميس من كل أسبوع بمستشفى الحمام للكشف بعيادة الجهاز الهضمي والكبد، على أن يتم عمل المنظار في حال احتياج المريض لذلك يوم الأحد من كل أسبوع. في الغربية استقبلت جامعة طنطا بمجمع الكليات أولى المنافذ المتنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، وده المنفذ الخامس اللي بيتم افتتاحه داخل حرم الجامعة وأول منفذ متنقل علشان تحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من العاملين والطلاب بالجامعة. في المنيا بتواصل الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وتم تقديم الخدمات ل 13,776 سيدة على مدار شهر فبراير اللي فات، وده ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية وفي إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين. في قنا تم التشغيل التجريبي لمركزي طب الأسرة بقريتي المرجدة والقلمينيا التابعين لمركز الوقف، ومركز طب أسرة المرجدة بيتكون من 3 طوابق وفي 15 عيادة طبية وصيدلية ومعمل و16 غرفة إدارية، وكمان وحدة صحة الأسرة بالقلمينة بتتكون من 3 طوابق وفي 7 عيادات طبية و3 معامل وصيدلية وغرف تعقيم. في البحيرة انطلق ملتقى تشغيل الشباب بالمنطقة اللوجستية بدمنهور، واللي بيستهدف تشغيل الشباب وتوفير 5,858 فرصة عمل لأبناء المحافظة بالاشتراك مع 25 منشأة خاصة، وأيضاً تم تسليم 13 عقد عمل لذوي الهمم بالشركات.